أحسن الله عليك يا دكتور. أنا من الدكتور. بحسب الاختبارات ما اختبر رسولنا ولا صحابة ما حكم؟ إيش؟ اختبارات هذا الذي نختبر. إيش؟ إيش حكم الاختبارات يا شيخ؟ قال ما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويا. يعني تبي وكيف تدرس الآن ثلاث بس تدخل وتظهر كذا على طول ولا يعرف ايش عندك بالإخلاص لله بس ها بالإخلاص لأنه هذا صحيح وإيش إخلاص لله لا هذا ما ينافي الإخلاص ما في الإنسان يخلص وهو يدرس أقول الإنسان يخلص وهو يدرس وكون الناس يميزون بينهم الرسول عليه السلام اختبر أصحابه قال إن من الشجر إن من شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ما فراح الناس يفكرون بالبر شجر البر وهي النخلة اللي عندهم قريبة فابن عمر رضي الله عنه فهم أنها النخلة لكن لما شاف أبوه والناس الكبار ما قالوا شيء سكت فقضية الإخلاص ما ينعي الاختبارات الآن اللي موجودة في الجامعات ما تنافيها بل الحاجة تدعو إلى هذا حتى يعرف يعني الفرق بين الناس من يصلح للتدريس ومن لا يصلح للتدريس من يصلح للدعوة ومن لا يصلح للدعوة كيف يعرف الناس وهم من يختبرون وكيف يقدمون ويأخرون هذا أفضل من هذا وهذا يلي هذا ما يعرف العبارة الاختبار أصلا ما في أي شيء يمنعه